الله معكم، سلام الرب يسوع بقلوبكم. اليوم حابب احكي عن موضوع نسأل عليه تقريبا اكتريتنا، وخصوصا من الاديان الثانية لما يسألونا وين يسوع بالانجيل قال انه هو الله، وين قال عبدوني. لما نحن نقول قدام الكل يسوع ابن الله، يسوع هو الله، ونحكي عن الثالوث، بيجينا الجواب على طول من لبنان، قسم من لبنان، قسم من بلاد العربية كتير، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وين قال يسوع بالإنجيل عبدوني؟ وين قال اسجدوا لي؟ وين قال إنه أنا هو الله؟ شوفوا كيف يصيروا يدققوا. وطبعا أكتريتنا منتلبك، ما بنعرف وين يسوع قال هيك. هل يسوع قال عن نفسه إنه هو الله مباشرة للشعب اليهودي؟ رح أعطيكم أنا بعض المراجع اللي بتفيدكم اذا سالته هيك اسئله، وهي من الانجيل. يعني اللي بده يسالكم عن الانجيل، من الطبيعي انه نحن كمسيحيين نكون نعرف انجيلنا، نكون نعرف شو مكتوب بقلبه، وعلى الاقل نكون نعرف بعض الايات. اذا يقولون لنا اين قال المسيح عبدوني، او قال المسيح انا خلقتكم. هي انتبهوا بشدوا ذلك، وين قال انا خلقتكم تتقولوا عنه انه الله؟ رح نعطي بعده ايات جميله جدا. بعض الايات رح اعطي مراجعه، وبعض الثاني بفضل انه كمان انتم تدوروا عليها هيك حتى يصير عندكم نشاط كتابي. من الاجوبه اللي فيكم تقولوها، وانا ما حطيت كل الايات مع انه ايات بالعشرات وبالمئات في الايات موجوده اللي بتدل على ربنا يسوع المسيح انه هو رب واله. هو قال انا والرب واحد، من رآني فقد رأى الاب. هيدي لازم نجاوبها. قال انا والاب واحد، انا والله واحد، من رآني رأى الله. هيدي الناس كلياتها ما بتقدر تجاوبها، يمكن ما بيتذكروها، والطرف الآخر اللي عم يسأل أكيد حيطنش عن هيدي النقطة. يعني إذا كنت عم بتقول إنه الله خلق الكل، وأنت جاوبوه للإنسان، وأنت بتعبد الله عم بتقول، وهو قال إنه هو والرب واحد، هو والآب واحد، يعني هو الله اللي خلقك، أصبح هون بنقدر نقول إنه الله هو اللي خلقنا، لأنه هو والآب واحد. انت بتعبد الله، والله هو بكل محل وهو كل شيء. وهون بيسالونا اوقات، طب يسوع لما كان ببطن امه اذا بتقول عنه انه الله، مين كان قاعد محله بالسماء؟ انتبهوا كثير منيح، كل واحد عم بيسالكم من الاديان الثانيه، كل واحد بيسالكم من الاديان الثانيه عن هالموضوع هيدا، هن بيقولوا بكتبهم وبينقال بالقران حتى مكتوب الله في كل مكان، الله في كل زمان ومكان. فيسوع هو بكل زمان وبمكان. يعني لما طلع موسى على الجبل واخذ من الله الوصايا العشرة، هل الله كان بس بالجبل؟ هل الله كان بالجبل يعني عم بيفكروا مثل تفكير الشعب اليهودي انه الله موجود بس بالهيكل وعند برات الهيكل ما في الله؟ يعني الله بس بالجبل؟ لا. والله قال كلما اجتمع يسوع قال اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون انا. يعني طب بدي اسال انا سؤال، اذا اليوم بلبنان في ثلاثه عم يصلوا، بسوريا في ثلاثه عم يصلوا، بامريكا في ثلاثه عم يصلوا، وبكل بلد في اثنين او ثلاثه عم يصلوا، كيف الله بده يكون معهم ذات الوقت؟ يعني الله في كل مكان وكل زمان. هي يسوع قال عن نفسه بكون معهم، يعني هو الله، ما حدا بيقدر يكون بكل هالاماكن الا الله. يسوع قال انا بكون بيناتكم، يعني هو الله. وهو قال ليس كل من قال لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، هيدي بمتى 7:21. هن بيجوا بيصيروا يشيعونا انه وين قايل يسوع بالانجيل؟ يا اخي انا عم بقول لك بمتى 7:21 قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يا رب، عم بيقول لحاله مش من كلمه قال لي الله، هيدا اعتراف منه انه هو الرب. وانتبهوا منيح على كل هالايات هيدا. هنا يقول يسوع انه الرب، وعندما كان اي احد يقول له يا رب لم يقل له المسيح لا لست انا الله. بكذا من محل بالانجيل بيجوا ناس كانوا يقولوا له يا رب، ما كان يقول له لا اعوذ بالله مش انا الرب، كان يكمل معهم بطريقه عاديه. وفي حدث كثير مهم، لما توما حط اصبعه على الجرح وركع، شو قال توما؟ قال ربي والهي. هون مش اعتراف كامل من توما لربنا يسوع المسيح انه هو الله والاله، انه هو رب والهه. ما قال له لتوما لا يا توما انتبه انت عم بتغلط، انا بس رسول، انا بس مرسل. لا، يؤكد واكد على توما انه انت يا توما ما بتامن الا ما تشوف، يعني عم باكد له اللي عم بيقوله. بالعكس، حتى مش انه
قال له برافو يا توما، او قال له انه ايه انت اعترف. لا عبي 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 لهم انه شو ما صدقت الا ما شفت. مشان هيك قالنا كل من يؤمن ولم يراك الوحد بيؤمن بدون ما يشوف هو مخلص وطوبى لكم. يعني احنا عم نعترف ربنا يسوع المسيح رب واله بدون ما نشوف كما قال له لتوما. وهون يمكن لازم نشكر كمان القديس توما، مش لانه بس حط اصبعه على الجرح وقال له هيك، لازم نشكره لصرخته ربي والهي. عم بأكد لنا مره من جديد انه يسوع هو ربنا والهنا ومخلصنا. هاي صرخه توما الحلوه. وبعدين لما مار بطرس بالحادثه الشهيره سجد وقال له لربنا يسوع المسيح اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. سجد، والسجود لله، سجد امام ربنا يسوع المسيح وقال له يا رب اخرج من سفينتي. سجد وقال يا رب ليسوع. هذا كمان دليل جديد على انه يسوع المسيح هو رب. هيدا لكل اللي عم يسالوكم. اذا وكمان مش بس هون، وقبل كلمه يا رب كمان يسوع بيقلنا انه حتى هو موجود بيوم الدينونة. لما قال لهم لما قالوا له هني متى يا رب رأيناك جائعا، متى يا رب رأيناك عطشانا، متى يا رب رأيناك عريانا، متى يا رب. وبالدينونة بيقول قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين، وقال للمبالكين تعالوا. يعني هون حتى عم بيقول انه هو الذي سيدين، واللي بيحاسب هو الله، فهو رح يكون بالدينونة اللي عم بيحاسب. هيدا دليل كمان انه هو الله. وهو قال كمان بمحل كتير مهم ومنستعمله على طول، قال من آمن بي وإن مات فسيحيا. هيدا بيوحنا 11:25، اللي بيحب كمان يسألكم عطوه هيدا المقطع. من آمن بي وإن مات فسيحيا. مين آمن بي؟ نؤمن بالله. هو عم بيقول من آمن بي يعني هو الله. كمان هون لأنه أخوتي عطول بيسألوكم إنه وين يسوع قايل إنه هو الله. في أكثر من هيك بعد دلائل وآيات من الإنجيل، تذكروا كتير منيح. مش بس عم بيقولوا له الله، عم بيقول من آمن بي فله الحياة الأبدية. عم بيعطيكم حياة أبدية، ما حدا بيعطيها الله. الله هون عم بيقول لكم إنه هو الله، وهو عم بيخلصكم، وهو عم بيعطيكم حياة أبدية. كمان وكمان أخوتي، وقال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. طيب بدي أقول أنا ممكن أقول لكم إيه، لأنه هو يسوع وعده بالفردوس، يسوع كنبي أو كرسول عادي بيقدر يقول له هيك أوكي. بس كيف هو بده يكون معي في الفردوس؟ قال له رح يكون بتكون معي بالفردوس، وبنفس الوقت رح يكون بكل الارض. كيف رح يكون يسوع بالفردوس وبذات الوقت عم بقول كلمه اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي اكون معهم، اكون بينهم؟ يعني هو موجود بالفردوس وموجود مع كل اثنين بيصلوا، وموجود فوق الجبل، وموجود على القمر، وموجود معنا بالاوضه، وموجود بالصالون، وموجود هلا نحن عم نحكي معكم. يعني هو الله، الله الموجود في كل مكان وأي مكان وبكل زمان ومكان. هذا هو الله، هذا هو يسوع إلهنا. بعدين أخوتي الأمر الجميل جدا اللي لازم نعرفه، بيقول هل هو موجود فقط مع الأبرار مع المخلصين؟ لا، هو موجود كمان مع الأشرار. كيف موجود كمان عند الأشرار؟ شو بيقول الله؟ ها أنا واقف على الباب أقرع، سفر الرؤيا 3، انا موجود قدام كل باب خاطئ عم بدق، اللي بيفتح لي بفوت، اللي بيفتح لي بفوت وبتعشى معه. يعني هو مع كل المؤمنين اللي عم بيقول انه مع كل اثنين بيصلوا انا بكون بيناتهم، وبذات الوقت واقف على باب وعلى قلب كل خاطئ عم بضل يدق حتى يفتح له حتى يتوب. هيدا هو الله، هيدا هو يسوع المسيح. وحتى وهو صاعد الى السماء شو قال له لتلاميذه؟ يا اخوتي ها أنا معكم طوال الأيام وإلى انقضاء الدهر. شو يعني؟ يعني هو مع تلميذه وبذات وقت طالع على السماء، وباقي مش بس بوقت تلميذه، باقي الحياة كلها معنا، وباقي معنا على الأرض. هيدي كمان بتشوفوها بالإنجيل، دوره أنا بقول لكم دوره بحسب بالإنجيل بمتى 16:27، قال فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد، في مجد أبيه مع ملائكته. مجد أبيه، مجد الله، هو اللي رح يجي فيه مع ملائكته. من له الملائكة؟ الرب. يسوع سيأتي بمجد عظيم مع الملائكة. يا أخوتي مين ما سألكم وين قايل يسوع بالإنجيل أنه هو الله؟ وين قايل هو خلقكم؟
في عندكم كل هيدي الايات تقولوها، ودوروا بتلاقي ايات، بتلاقوا ايات اكثر، بكل ايه، بكل ايه موجود ومعروف يعني كان يغفر الخطايا. من يغفر الخطايا الا الله؟ من يغفر الخطيه؟ الله. فهو الله بكل ايه. يا اخوتي ما تنقذوا، ما تخافوا، الله باقي معكم والله باقي معنا جميعا. ربنا يسوع المسيح، دائما بنصرخ نحن بنقول يسوع المسيح ربي وإلهي. آمين. إن شاء الله يكون فتكم اليوم. إلى اللقاء.